في وايد ناس تخلط وتظن ان الروت كانال تريتمنت هو علاج العصب وهو تخصص العصب، لكن تخصص العصب اشمل. الاندودونتكس او تخصص العصب يشمل الدايجنوزز والديفرنشال دايجنوزز حق الاورال بين، يشمل الفايتال والنون فايتال بالب ثيرابي، يشمل الروت كانال تريتمنت، يشمل الروت كانال ري تريتمنت، يشمل سيرجيكال ري تريتمنت، ايضا يشمل شيء يسمونه انتنشنال ري امبلانتيشن، ان احنا نسوي ايتروماتيك اكستراكشن حق التوث ونسوي له تريتمنت بعدين نرده في السوكت. يشمل البليتشنج وبعض البرامج اتعلم اثناء دراسه العصب البوست بريبريشن والبوست سيمنتيشن. نجاح علاجات العصب بكل انواعها يبتدي في وضع ديفرنشال دايجنوزز حق الكومبلين اللي عندنا، وبعدين اختيار proper investigation والexamination للوصول إلى definitive diagnosis. عشان نوصل حق proper definitive diagnosis محتاجين ناخذ good history من الpatient، محتاجين نسوي extra و intra oral examination, radiographic examination، بعدين نسوي بعض الinvestigation حسب situation اللي عندنا عشان نوصل حق diagnosis الصح. أنا اليوم بتكلم وياكم عن خطوة الhistory من الpatient، خصوصا الpain history، وبعدين شنو الاكزامينيشن والانفستيجيشن اللي نسويها عشان نوصل حق بروبر بابل ويبيكال دايجنوز. لما ني عندنا المراجع يجيب شكوى، وعاده في مجال الاندو تكون الشكوى هذه اما بين او سولينج، فبعد ما ناخذ الميديكال والدنتال هيستوري ضروري ناخذ شيء يسمونه البين هيستوري من المريض. والبين هيستوري يشمل السايت اوف ذا بين، الكاركتر اوف ذا بين، the severity of the pain, the duration of the pain, the causative factor of the pain, the relieving factor of pain, أي association with this pain. إن شاء الله آخر الشرح بحط لكم صورة فيها الكلام هذا بشرح تفصيلي. لكن يعني بشكل مختصر، the palpal pain عادة يكون poorly localized، يعني ما هو محدد بمكان معين، بسبب إن the palp tissue ما فيها الميكانوريسبتورز او البرسبتيف ريسبتورز اللي مسؤوله عن تحديد المكان بشكل دقيق، عكس البيري ابيكال تيشو. فمجرد ما البين يكون او الانفلاميشن في البلد يكون الكاركتر اوف ذا بين يكون بورلي لوكالايزد، بينما اذا وصل حق البيري ابيكال تيشو يكون ويل لوكالايزد. بعدين عندنا البين ديوريشن، عادة reversible palpitis associated with short duration of the pain، يعني يكون seconds ثواني، يعني 30-40 ثانية، بينما irreversible palpitis associated with prolonged pain يستمر أكثر من دقيقة، وأيضا associated مع spontaneous pain، يعني pain بدون لا المريض يأكل أو يسوي أي شيء، وعادة تكون شكواهم اللي ما قدرت أنام أو يسمونه pain all night. بعد ما نكون خذينا البين هيستوري من المريض نسوي الاكزامينيشن مالتنا، واللي تشمل كلينيكال اكزامينيشن، احنا نسوي بروبينج اراوند التوث اللي احنا شاكين فيه عشان نشوف هل في بيريو اندو ليجن ولا لا، انزين. وبعدين نسوي فيجوال اكزامينيشن حق التوث، نشوف هل في كيرز فراكتشر، هل في ريستوريشن، وننتقل نسوي راديوغرافيك اكزامينيشن واللي تكون بيري ابيكال وبايت وينج اكس راي. البايت وينج عشان نشوف اذا في ريستوريشن او لا، ونشوف الاكستنشن مالت الريستوريشن، اذا في كان ريكارنت كيرز او بروكسيمال كيرز نشوفه بالبايت وينج، ونشوف المسافه الفاصله من الدنتين بين الكيرز او الريستوريشن والبالب هول، وناخذ بريبيكال اكس راي عشان نشوف الروت اناتومي، نشوف البي دي ال اراوند الروت عشان نشوف البريبيكال تيشو هل في اي شيء ابنورمال. بعدين نسوي شيء يسمونه الاندو تيست او السنسيبيليتي والبركشن بالبيشن تيست، نحاول ان احنا ريبريزنت البين اللي كان يحس فيه المراجع. فاذا كان المريض يشتكي من بين، نبتدي نحط يعني اندو ايس او كول تيست او حتى لو ثيرمال تيست على الضرس، ونشوف السيبيليتي اوف ذا بين، وبعدين نشوف الديوريشن مال البين هل تتطابق مع كلام المريض ولا لا. وبعدين نسوي البركشن والبالبيشن تيست عشان نشوف هل الانفلاميشن هذا اللي كان موجود هل انتقل حق البريبيكال تيشو ولا. بعد ما نجمع المعلومات هذه كلها نبتدي نكتب البالبل والبريبيكال دايجنوزس. البالبل تشمل نورمال ريفرسبل بالبايتس، ايرريفرسبل بالبايتس،
necrotic pulp, previously initiated treatment, previously treated pulp. Periapical diagnosis تشمل normal periapical tissue, symptomatic apical periodontitis, asymptomatic apical periodontitis, acute abscess, chronic abscess, condensing osteitis. راح نتكلم عنهم في وقت لاحق بالتفصيل. بالنسبة حق البوبل دايجنوزس عندنا نورمال بوب لما يكون في نورمال ريسبوند حق الكولد ستيمولس, يعني المريض أو المراجع يحس بشيء بارد. لما يحس ببين وشورت ديوريشن يكون ريفرسبل بوبايتس. لما يحس ببين وسيفير بين يكون يعني بولونج بين, يعني استمر دقيقة وأكثر, فيكون البوب ريفرسبل بوبايتس صار له. لما يكون ما في اي ريسبوند لا بين ولا في كولد فالبوب يكون نيكروتيك. لما يكون الضرس هذا مسوي له بلبكتومي او مسوي له اي بلبل تريتمنت من قبل وفي يعني وما في الاوبتيريشن ماتيريال فيكون بريفيسلي انيشيت. اما اذا كان مسوي له روت كنال يعني في جيت بيرتشا او سيلفر بوينت زين يكون بريفيسلي تريتد بلب. ننتقل حق البريابيكال دايجنوزس. النورمال بريابيكال تيشو لما نسوي بيركشن بالبيشن تيست وما في اي بين. لو كان عندنا راديولوسنس في الاكس راي وسوينا بيركشن على التوث وكان في بين يسمونه سيمبتوماتيك ابيكال بيريدنتايتس. لو كان في راديولوسنس او وايدن في البي دي ال وما في بين او ما في تندرنس على البيركشن او البالبيشن يسمونه اي سيمبتوماتيك ابيكال بيريدنتايتس. لو كان عندنا اي نوع من انواع السولينج سواء كان انترا اورال او اكسترا اورال سولينج فيكون السيتويشن هذا يسمونه اكيوت ابيكال ابسس. لو في عندنا درين هذا السولينج يعني في ساينس تراكت يسمونه كرونيك ابيكال بيريدنتايتس. لو في عندنا راديو اوباسيتي على الروتس او البريبيكال تيشو يسمونه كوندنسينج اوستيايتس.